Era una puntata da nuova gamba. Detti belli suieri, quelli che هل صباح او ان سوق ايمان حقا يفقارك ويا التنعيم ومحل الصعداء ليشهد مصرع خريب بن عدي وحال ربا هلكا ان لقو دلو او لقو لدو نين صحابية وآجا دو علوس او لقو مع خريب بن عدي احد اصحاب محمد وكمد نبي محمد صلى الله عليه وسلم اصحاب تيسا بعد ان ظفروا به غدرا كدي مركي اي كان كل جان سخيا ما ضبطوا قبل السوكي بقى ما يسو صار سوكا كان حاجه اي تنعيم فقالها سوكا كان ام حاجه سمينها خريبه ما تلدي لي بس عاد جايت لي حنون كذا نورته وقد مكنه شبابه الموفور من يرنم ذي سد وحراه ايوه فتوته المتدفقه ايوه كوكونا أنت أولي هاي وآدي أبو الشميسة وآه وفي جلكي سجسين هاي وآدي أبو حب بضن وما أردتي لديه كروانين أي ما شاء الله سبحانه وتعالى إله الحود وسيي تيبا وحا أي أسر تجلي سي من أن يزاحم الناس بالمناكب إنه ذكر كعيد لقربه لأن المركز السوقي ما ضوح للضاوانة طبعا أفرق تجيس الله يساقى إمان يلويه بالوود الحامية إن كان مركب وانين دل يرى أهو بعوض يشدد انتو ساعي ساقر ريحو وكربها ساقر دعيو دون ماشي أبوه رئيس مركب وطلو حتى هذا شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وغيرهما من يتصدرون الموكب إلا أكلسل من مركب ذات الوساء ساقر ريحي ورميد بساء الريحة إلا أكلسل من رجي دقيني قريش او مثلا ابو سفيان دي صفان بن اميه الرجل لم يتكو يتصدرون الموكب او جماعه ناس اسوغت من ايجا مركا وحسيت كوها الموكب وملا جماعه جماعه من الناس تاتي ناس اسوغي من وما مانك على اسوغ باقول لي وركالي خبي بن دينا وما اسوغك اللي اسوغي من دكي وانت ساوغ تحدث شيء الى ان يروح عن العلم كريم مركا وسماش وهو الرئيسه ويتاريه دقيري قريش طبعا مربى نصفك وري وحا وها مربى لوطن دي ضدك بي اي بي دا ضدك كد وانسان ضدك لا مول احضر من يسال لكن اودي سؤال كان كتري مركا للمسلم معها لكن وانت سن اسلامي كور وقد اتاح له ذلك ان يرى اسير قريش مكبلا بقيوده ارنت جلسي انه عنده سكو اركو قريش نيكي اي صوت حابتين ومكبلا سا وح الحرم ودبرا بقيود حرقه هل كان مرك حدا كان خبيب اول السيده وسا وح الحرم بالله كان مشى سو استاجي واكف النساء والصبيان والشبان تدفعه الى ساحه الموت دفع يلا هوانكي اي عرورتي اي بن يرد انت لا يقول ريح حيان هل كا يو غوبتي ومركا وكدمالها تدفعه ويقول ريح حيان الى ساحه الموت غوتي وكل من لها دفع ريحس بريحية وجد هذا محيطها مركب حالك ويسان ككل من كان انت قريش وضم يصار ربعتي وانت الله صاقبتي يسال الله صحيح الحري كلمة غوتا اللي قد الدلي محوكس بضي لينتقم من محمد شخصه سيدنا محمد وقاء السلام وليثأر لقتلاهم في بدر بقتله سيددتي ودك وضعها ولقوا لا يتقال في بدر isaga marka uga argoosta marka waxa ay raad marka halka aanu ahaan ba meshii loo keenay in laga argoosto oo yaa loo aray waxa loo aray dadkii quraysh ee lagu laddeen ama lagu dilay dagaalkii badar nikam si ka soo qabtay marka walamma wasalat hadhihi aljumu' alhashida bi asiriya markii qahaasa isu soo baxaystay ninkii ay soo taxabteen oo soo qafashay ay la gaareen ila almakan almu'add liqadrihi halkii loogu دياري إن لقد وقف الفتى سعيد بن عامر الجمحي بقامته الممدودة هل كابو مركة سعيد بن عامر ونن آدي أبو دارها هل كابو إستاري يطل على خبيب إسرائيل خبيب نهل الرعي قاموا حوى قفك جوجيس قف جوج له يعني الممدودة قامتها ننتها جنبها يطل على خبيب مركو ساس مركو إليها وهو يقدم إلى خشبة السلب يضو خبابنا لو سيسيدو
قرجي مركه لا صار لها مركه لدلدلي. وسمع صوته ثابتا هاديا من خلال صياح النسوة والصبيان وهو يقول وحونا مظلمة كسوة بحية دور كسوة بحية سعيد من عمل الجمع وحونا مقلي أخوة كسوة بحية وآدي الأدقان أتكا وحونا مقلي من خلال صياح النسوة والنسية والوصيان إذا ضمكوا أي قيلنا يا عمو أو عيالكوا أي قيلنا يا عمو أكي سمقلي إنما تقرن كرتاميشا مكو بوكو كجرو هذا كقف اسكا دماتي سنسي خريب وكلب او دلدلين لو ولا او موت كي وهرت عيني هاي واحد لما قلاي وعركت لك مو مقل نحو الهامر هذا كمكي خريب سعيد بك وريكور بل انو تاقن وعربا دعنا لها ايالا سيدا اي تهي او ديتين اه وعلا امكتين بالنصر المقلنا يا وحيري وحان مقلي سعيد ولا ان شئتم ان تتركوني اركع ركعتين قبل ما اسرعي فافعلوا هذا بي او قلاتان إن أزكيك ديسان أنت إذا يدين كور إن الله برك عتشك ويقول لك سنة الله يديسان لي الله برك عيو قلاد بي يدين حتى طنطان لك الله برك عتشك ترى ثم نظر إليه ويستقبل القبلة الكعبة ويصلي ركعتين مركز سعيد من عمل الجمعة وعندها صاول الراعي خبيب كنت قبلة دي كعبة دي وجيستي وتكاني لولي ركعة تكاني مك يا لحسنهما ويا لتمامهما الله قرح بدنا الله رجع ضاد لما يستر بدنا يعني معنى الله رجع ضاد وآد يد قرح بدن أو إسلام كان بوحة الركوع ده ركوع ده لأي تاي سجود سجود ده لأي تاي كعمها ماشي لصار لها بدنا أنا طبعا مركي وقرن كرت مركي باركي كنا قاعد نعيش صلاة ده كنا قرن كرت صوم سيك خوف لنا نجا كان وقف يا مرق السلام عليكم ورحمة الله لا إلا الدليل الدليل ومع ذلك وح أرجع حنكم إما نوع من نبرد إسلام دحياء إن وعهدين ثابت جاءش نص غمضه لبرك عبده تكذب حجيك تظل ثم رآه يقبل على زعماء القوم ويقول مركزه أركي خبيب وسائنت وجسوا جيستي قريش ملحديني أو كله والله لولا أن تظن بي والله لولا أن تظن أني أطلبت الصلاة جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة والله هدانا كبا قرن إنا دي مولي سام إنا صلاة أو دائري سبقين أنا إنك إني كبا قي أركع يوجره وما دائرين لحد صلاة ما دائرين حن كبا حسكي يا رب إن استرادان كون صلاة أو دائرين صلاة أو بضينا يا وكبا قي بقى وجره وكبا قي جيرين وكبا قي لكن ما دائرين لحد ثم شهد قومه بعيني رأسه وهم يمثلون بخبيب حيا مركز روحه أركي سعيد مالكاس ولا صوقت صلاة يود المين هل كاسال سو استاجي تمثيل بكسمين تمثيل كوام حوالا جرجر إسو النور عد قفد عد كوستامك مدي عن لك أو رجستا يمد دكتر كوستا يمد كوستا ولا جرجر فيقطعون من جسده القطعة تلو القطعة جركي سين حبين حبين وجرجرين وهم يقولون له انت جرجر يا نوح يقول لي أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت ناجم ومجعلان له هاي نبي محمد إلا بوبا بلو حق الله كان أدل لسك كاسي دائب البادي مجعلان له فيقول إسنو جوابه أولي والدماء تنزف منه إذو دي جنساه وغير ضعضاني والله ما كنت أعطي ما أحب أن أكون آمنا واجعا في أهلي مجعلي إن أمني إيو نبتقلي أن كن مولادا وقلن مولاد أهل كيك ولدي هو أندري وأن محمدا يؤخذ بشوكة لأن محمد قرح له ضرب اللي هو حكاه ليسان إن أنا قلت لي بالبادي اللي سكك يدايو والنبي محمد إن الله سواق بتهار كان لك كيما وقلت ما أنت أنا مارينا يسامة إلى عد عد إيه جرى يسان إن النبي لو قدر نبتان هذا ضربتان إنك إسكت داي تاي حتى إني قد ضربته ديار المهيبين مكانا ديل كان القصة على مك فيلوح النساء أو الناس بأيديهم في الفضاء ويتعالى صياحهم ضدكم كعمل يساوي هاتينيا ويتعالى صياحهم قيل ضد الكرب اسس ديجيسا ان اقتلوه اقتلوه دلا ودلا وقف رحم الله ماشي مسو استاد والعمر واحد دريمي كتا عيلك ايو قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عظم الله الانسان قال يا سيدي النبي محمد قعدت كل دي نهايه هدي قف ليري النبي محمد ورعسين صامك اللي هو الدليل وليالك دي كهكلا هذا يمرون فراد من كل فن العيان وسيف كل فن العيان
نوع رحمة ما بكون جيل لي لكن ما كي ميتوليشن بفكر بوصل من عقاد بوات جريب مثلا ثم أبصر سعيد أنه عاقل خبيبا يرفع البصر إلى السماء من فوق خشبة الصلب ويقول مركز روحه أركي سعيد روحه أركي خبيب ومن لها سخ صناد الله الراعي إستقوا أضو سارا قرق اللي قد الدليل إستقوا اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا دعاء يهبارك بضم ولي ماركين اللهم يا الله أحصهم به إلهي أحصهم عددا لما تبكى أعصوا من مد أغي أعصوا ما كي أحصهم مركوب من مد يعني فيه مد كفيه يعني بجيل من مد إلى أغي أعصوا وقتلهم بدلا يقعدن هفقك ولا تغادر منهم أحد عندها كريم مالك أصابك أنا طبعا جوابك أصاب الحياة إلهي سبحانه وتعالى يقول كلام الآن ونمح الحرم وقرق على الصاري العبد ورد وبوصلي وضك ودنبا كان ويري كان وين رجل ضبر بيوسي ميين إلي مقتلوه مقتلوه إسان إنك وهي الكريم إلهي كعمه تعتوي ثم لفظ أنفاسه الأخيرة كدمنا مركزه هل كان نفتي أما مركز أي نفتك بحري النفس الأخير وهل كان ودن بيس مركز وقفه نفت بحري وبه ما لم يستطع أحد إحصاءه من ضربات السيوف وطعنات الرماح يلا اي كنت على قول حسن قف كوبي كرنا متري كرن هدي لده انت جار اي سيف اي كنت عليك اي انت وران لك الدور هذا ده سيجد في الدبل السابق بل تري انت سيف كنت على متري كرن وحساف وكد الحبس ذي وحوارنا ولك الدور كما قياس كرن طبعا خلي سأسأل له الدري ولذلك وهو من ضمن قسو لي هاي مركب وهذا يقول لي هاي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال سلم ومزقي مركون قبل تهدار كله وليها إذا وجودني ما لا أبالي على أي مقتل كان مصرعي يعني أمجودني إذا وجودني ما لسي لا ضمن هلا جيّر إلهي سبحانه وتعالى عدد كان عدد دستين وجدك يقعنا إساقى فركين دون تهدار كله قبل ما شو فيه الضبا إنت مركب نماطي إنك مركب ومسع عنه وجدكم معها ما أنت إلى خبر كشك إنه خبر يقول لي الباس يساق أقع وتاريخه سجوني وأموه من ضمنه لكن ما حرمنا وجدكم في هاي إن سعيد من عمل الجناحي هل كود عدنا كلق هذا إيه هل كأي مكة أدكتي إنه ليش يسحق بهذا الشيء عاد قريش إلى مكة قريش أمانك ماشي سوبي مقولي كل طيب وأهم مكة يعني ونسيت في زحمة الأحداث الجسام خبر المصبع دعويك آدي أدووين بوحي كوها المامين نيك الخبايب بها وحي كود بيجان مالنكا إلاقات كإلاق ديني ديلك إديني ما ولا اسكها المامين إلا ما حكدن بي دقال كلا كدن بي دقال كلا كدن بي أحبا كدن بي إنتا والسئريني لول تنسيق بعد جري أنسى لي وابلا هالمامين لكن الفتى اليافع لكن نيكا لن يرى ذا ولي يسبو دعير وانيكا و سعيد من عمل الجمعة يافع إن وقفكم مركو قال جاك كل يوم أنا قاتل ونقض وكل كلهم نيمكن أما ويل كان أن يرى ذا سعيد من عمل الجمعة ومرعب لم يغب خبيب عن خاطره لحظة فكر كيسة دقيقة حتى كان بحين البلقس يب تبقي ودب الجلين ويسكت القاتل نيكي من الجرجران والسلام عليكم لكن خبيب وحمل الذي سعيد من عمل الجمعة وليوحا كصورا لعلاً إيمانك أقول لكم ما يجدك اللي مسمي يجدرتك اللي مسمي يصير بعن مكان له على الخبيب بخصوص تمرك كان يراه في حلمه إذا نام مركو السحران كذلك أكيد ويراه بخياله ومستيقظ حلق ما إنك يس إيماجينيشن كيسنا وتصويرنا يسوي صور جيرانا ذكر مركو وش كاري وفوسيها وما إنك يسوي مقيم يكون مقيمها وهو مركب كف كاريا خبيب يبيه الغدير وينفل أمامه وسلّى ركعته الهادئتين المطمئنتين أمام خشبة الصلب وحمر بهرتاجا يضع نيكي خبيب وهلك وكنت خن لبرك وآدي أدو حسلا يسبب مركب هرتاجا بيت لمدة دلها أما قرن ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو نولي مقلية عدي سبوح يسو مقلية ويدعو على قريش يسبب قريش إنكاري فيخشى أن تصعق صاعقة وأنا كبق يا مرك إلى هباك لديك سبتاجا واللي هالك هباك يبتاجا تركز ليه وإن تصل إليه سبحانه وتعالى صاعقة
dabayl ama loo jeeda dab naareed asagana kasoo degay waa inta soo degta aw takhira calayhi saxratu min asama ama dhagax weyn inuu kusoo dulandulama samada kasoo dhaco marku shuciib bin sleeh kulli habaabkaasi mid dul dhici doona maaha maalin uu iman doonaayo taluu mala gaaray waqtigii mala gaaray ay dab uu ku qabsan lahaa ama dab dhagax usoo dhici lahaa ثم إن خريبا علم سعيدا ما لم يكن يعلم من قبل خريب مركة درسي وودي سعيد مالكا وهراء نوقون وعلمه أن الحياة الحقة عقيدة وجهاد في سبيل العقيدة حتى الموت وحب برع مالكا درسي نوشة ضبطة إن يتهي عقيدة إن يودد إلهي لوها القمو وعقيدة لو جهاد حتى الموت إلا رقدت وعلمه أيضا وحوك هذا برع درسي أن الإيمان الراسخ يفعل العجيب iimaanku hadduu gumadaha uu dhigto oo noocanna halkii la rabay uu talo oo u sugnaadana cajaa'ib inuu la imanayo wayasnacu almucjizaat mucjizaatna inuu samaynayo wacallamahu amran aakhar wuxuu kaloo baray huwa ana alrajul aladi yuxibuhu ashaabuhu kulla hada alxub inamaa huwa nabiyun muayad min assamaa ninka dadku sidan ay u jecel yihiin oo saxaabadiisu ay jecel yihiin inuu yahay nebi ilaahay uu taageeray uu ta'yiidiyey qawadeeyey oo samada ilaahay subxaana wa tacaala u kala socda halkaas waa darsi cajaa'ibteedada ilan iyagu waxay ka fakereen inay markaa khaarijiyaan laakiin kama fakerin waxay reebi karto sidii ninkii boqorka ahaa markii dadka uu gulaamkii yaraa uu meesha uu ku dilay maxaa meeshii ka dhashay waxaa kale dadka dhan islaameed cinda dalika sharaxa allahu sadra saciidin camal ila lislaam markaaba ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qalbiga سعيد بن عامر والشرحي وهو سي اسلام كيما اقبل فقام في ملا من الناس ضد من تكال حساقي واعلن براءته من اثام قريش واوزارها مركز الى البري بنكا دنبيل قريش اي جلال هي وحي مكه اي جيستين وخلع لاصنامها واوثانها ودخولها في الاسلام هل كان وخلع لاصنام وحنا هل كان كعد انه اصنام تريد فرح كقالب هي صنميه يعبدها ودخولهم هالكاس وكشي انه قال في دين الله ما نكاس مركه دين كذا دين خبيب من بعد انت لكن انك اسلام كان ما سيده سكر مركه سوى العذابي اسلام هو فافا مركه سوى ازماء اجتماعه ضدك اسلام كسوى كذا وبطان مركه سوى اسلام كلا عايو انت امان يصاب بطان يصاب بطان يصاب بطان يصاب وانا هو سيده المعركه وما قاعده في شيء سكايد في مركه لطور رياكشن كايماني رد فعل وقاعد وحب بني هاجر سعيد بن عامر هذه قصيص مركب الله نساء هاجر سعيد بن عامر إلى المدينة وهجروا ذي المدينة وآذي ما لك يوجد كرم حين إلى المكة ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يقول لقت لقت أسارة وما فارق وشهد معه خيبر وما بعدها من الغزوات ومن النبي وكلا قيقاتي دولان كي خيبر سنة الضباط لعي هي غزوات فربضان وكدن بين النبي صلى الله عليه وسلم وعن إيا كوح صوت المعنى markii aan darsiga bilaabayna inuu khaybar intaan la gaarin ka hor uu soo islaamay khubayb ninka lagu magacaabo saciid bin camr nimeh walama intaqala nabiyu sal allahu alayh wasalam alkariim ila jiwaari rabbihi wa raadin canhu markii nabiga sal alay wasalam uu geeniyooday ila jiwaari rabbihi rabbigi ula daris noqday wahuwa raadin canhu iyadoo raad u ka yahay dalla min bacdihi sayfan masluulan fi aydi khaliifatayhi abibakr camr wuxuu ilaahay ka dhiga oo u noqday ninkii saciid ahaa seef lagu salliday nimanka gaaladaa labadii fatro inta uu noora abubakr iyo cumar bnkhataab rabal waqtiga wuxuu nin mujaahida seefta saa u sita oo aan seeftii garabka aanan ka dhigin ilan wuxuu og yahay cuqdada islaamka loo hayo iyo sida ay isugu dayayaan inay islaamkii markaa ay baabiiyaan wacaasha mathalan fariidan فذا للمؤمن الذي اشترى الآخرة بالدنيا وآثر مرضاة الله وثواب على سائر غلاءات النفس وشهوات الجسد وهو تصالى النقضين أما هو النقض مسلم مسلم ككلي قال به الدنيا ليس أنتو آخرة دي آخرة دي أنتو سوء سوء الدنيا ليس كبيعين وهو دار بذي إله راضي عن شيس وهو دار بذي إله ثواب كيس وهو كدار بذي وحال الله وحي نصد ويجعشها iyo jirkii shahwaadkiisu ka doortay maalinka laga bilaabo waxa waa nin wuxuu noqday marka runtii dadkii aan la mid ahayn wuxuu ahaa nin cajaa'ibtiisa leh adduunyada halkaa intuu ku baarkin gareeyay aakharada gacanta ninku sita wuxuu noqday mid ilaahay subxaana watacala hadi ahaanshiis u keliya u muuqdo iyo rasuulka maxamed sal alay wasalam tawaab aakhiri kaga dhigtay adduunyada shaqa kuma leh ninkamaga saciid bin camr jumaa
تاريخ يوسف بن الأرملة نساء. وكان خليفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفان لسعيد بن عامر صدقة وتقوى. وحس عجيبة هي إن لبدا خليفة وكلا أبو بكر عمر وأيقينين سعيد بن عامر عدة ويهي دمتي سيقينا رنتي سيقينا تبودي سنويقينا ويستمعان إلى نصحه ويسيخان إلى قوله وحيا هاي قوات دقيستا ونديسا وبمعنى مركو عقل عيني ويسيخان إلى قوله وين أدكر هاري عينيين هذا الكيس إني وحوا هذا الكيس لا دقيس هي بدل هذا كان يوم حال دقيس أنا مركنا الدنيا شقاضا كل حين الدنيا وشبككم له ومحل الديني كلا سواء الدنيا مصمم الدنيا دي نقاط ومرك آخر أمبقته أضان إلهي بولي من آدم كأضان الله دخل على عمر بن الخطاب في أول خلافته فقال وحاب على مركة عمر بن الخطاب مكي لقد خليفة المسلمين طبعا أبو بكر وقت يسوى دمالي عمر بايمي وأصدق لخليفة المسلمين وأضعه اللي يقولي ما أنت هبل با على نصارى وبقر أما اللي يقولي هبل با على الضغط أما الحوين كنت من هالكي أتبو أصدق شيء بالسكي ودقنا أنت أصدق يا عمر عمر أوصيك أن تخشى الله في الناس وعن قدر دار بيا بكي إليك كبقبي ولا تخشى الناس في الله بكس هكبق أضعه تي إلهي حق مركة قعن بالحين دي وأن لا يخالف قولك فعلك وعن قدر قدر دار بيا وراه هذا فلك يعني خلاف وحب لها يوحد سبيل يعني ازدوامر يعني سوي دارا فإن خير القول ما صدق الفعل هذا الله الشيء وخير بضم كان فعل كاذب أرم بي وحب لها مركة الذي كو عمل فليس كو أتهد كاسا صح هل بتك الذي قلتك هل الصوم أليك صوم لكن وان هذا يا وحي عن شيء يعني أمو شغفك مالي تامها مجد يا عمر عمر المقل بي. أقم وجهك لمن ولاك الله أمر من بعيد المسلمين وقريبهم وحد آدي آد وقور هيسا ضدك إلهي أمر كود وكود إيبي المسلمين دا كود اللو يكن كافر أما ما شدك أنت هدك أنا هذا وسكود ديقان نقضة أما ما كان هدك أنا أما أليك هكود واضح يكتن نقضة حيال نقضة أما هكافر قالوا أما مسلمين كسارم وإلا سعر وأحب لهم ما تحب لنفسك وأهل بيتي وحد نصد هذا إيرارك هذا لجع عشان يجنود القف كان لجع الله ويجنود لجع الله وكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك وحألن عبته نصد هذا دبا إيرارك هذا نجعلين إلي سوق جاران ذك كان لنا ومعنا يجنا كإلان وخض الغمرات وخض الغمرات إلى الحق ولا تخف الله لو ما تلائم شدائدنا بحد غاله وصائس يمشي لحدا قالوا حق رادينه لكن في الله لو ما تلائم مدك إذي إدي سهوج الجن فقال عمر مركبه ومن يستطيع ذلك يا سعيد ويا كاركا هوشاس هوشاس إيش النصيحة هذا النصيحة على سوين فقال مركز الجواب سعيد بريد يستطيع رجل مثله أضرك على يا كاركا من من ولاهم الله أمر أمة محمد وضدك إلى هيك وقعنت أجلي إني ما مولان أمة محمد وأضيقك على كاركا وليس بيننا بين الله أحد يسوي إلهي عبده حسان الدين أريه هذا المسؤول نقو هذا أمير المؤمنين هذا أمضي هجانك هذا هذه هذا نظام يا قمري أنت ما كان كذب يبس الكلام إلى مني عند ذلك دعا عمر بن الخطاب سعيدا إلى مؤازرته وقال كذب عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب نقول عجائب كلها أنتم ما ملكوا هاي قف كست نصر لو يسندين قفكم ما ملكوا ديمان يقولي هوش الإقوى وأنه قف معركتي مشورة إنه النور قف كتاب إلى حسن إنه النور معركتي يعني ده نوع يجي ما لك رب الله يقول ما أنت رب الله مؤازرة كعجبنا إن الجرب يستأتي إن الحجسي مؤازرة آزرة يؤازر وحجيو وزير وحوزير لو مع محايل الدولة دي إما الحويني بالحجنة وزارة يعني أصل كلمة آزرة عليه عمر خطاب مركة سعيد وبويات مركة سعيد يا سعيد إنا مولوك على أهل حمص وحاربا إنا نولي وليك هكذا ببارة صارك هكذا ببارة حمص فقال مركو يا عمر نشدتك الله ألا تفتني ألا تفتني إلى ما أقول داري هاي في النين يعني حتى ببارة صار نقو ومسؤول نقو الدنيا هاي الدنيا الدنيا وان عيني ويقدا فغضب عمر عمر نوحنا مركز وقال ويحكم وقلني من حريستي وضعتم هذا الأمر في عنقي ثم تخليتم عني انت تأرنك كان مسؤولية العروس أطارت إيسا عبتان ودبك إيسا عبتان التلالان ذكر مسؤول النقو مياه يقعد غاقسا نكالي إيما قمان كان هوش ومعقول ما
والله لا أدعم ضرب عمر بن الخطاب والله أنت جيد دينك. ثم والله على حمص دارتي عمر يأذدك يا عمر وحي كانتي إن ننك سعيد أن عمل الجمحي لو أدي بهالك حمص مسؤول وغدي. وقال أخي عمر بن الخطاب طبعا أنا نفرض لك رزقا مشان يعني يكون قريب وقائلا أحباط الله أنت وشقايا دي مشاري سدر يكون. قال وما أفعل به أمر الأمير المؤمنين وبشاكم حق صمي أبي فإن عطائي ببيت المال يزيد عن حاجتي وحقيق الصور قال بيت المال المسلمين كأيا باهين إلى الكبرة. ثم وضع إلى حمص ما كسوا دقائق مشاكم الربي يعني أدو حد أركتا منك كلمة عندها للرعلة والله سوى خصبي إساك مرة السنة خصب أمير المؤمنين بعد أرامية كدي محوالية الدوية القرطة لسين لهانا والله دياري ما كوسيلي مربو وعجبت إذا لنا بالقصة لعطان طارق وما هو إلا قليل حتى وفد على أمير المؤمنين بعض من يثق به من أهل حمص إن يضمحي كسو وليت أمامك وهي أيا وفد كسو على حمص وهي ما دين عمر خطا. فقال لهم مركز الحكوية اكتبوا لي أسماء فقرائكم حتى أسد حاجتهم ذلك فقراء حمص دقن وعيض إسو قليس إسو الدرا سيأني وموحي أبعيها بهديس الضرورة. هذا كان يقول لهاية عون الخطاب وقال لهاية وفدي كيم حمص وحمص نوهلكي ومعمولي هاي سعيد ابن عمرو بن عمرو فرافعوا كتابا فإذا فيه فلان وفلان وسعيد ابن عمرو ليس بلوك بيدار وفقراء فقراء هبابا فقير هبابا فقير سعيد ابن عمرو وحماشة كجرة وهذه بارسة كما قال لبنا نمبر ون بقية فقراء. فقال مكي وحبا ما سعيد بن عمر ونقعد واهكي يعني بمعنى لدرجة عمر الخطاب وحتى يعني بضنا أنا مكي وقفته وأما كاك إياب وكيمة حتى ما قاعد سايك هذا سعيد واهكي. فقال أميرنا أمير كين قال أميركم فقير أم أميركم فقير قالوا نعم ها والله إنه لا تمر عليه الأيام الطوال ولا يقضي في بيته النار وعصامر تمام هذا يدر وقل يصدق أنا لقبولني. فبكى عمر حتى بلت دموعه لحيته عمر مكاسوين جبصري او الا اللي انت كبه يلم حي جركيسي. ثم عمد الى الف دينار فجعلها في صره كده يكون دينار انت صار قال بو حرمي اساو دحردي كيسيه وقال بل اقروا عليه السلام مني سلام يا جاسي وقولوا له حنا قتل هذا بعث اليك امير المؤمنين بهذا المال امير المؤمنين بحوالهم قوسوا دريو لتستعين به على قضاء حاجاتك سيادناها يعوف شتين. جاء الوفد وفده ويصلى بتين ويمادين لسعيد بالصرة سعيد المعامل الجنح ويصلى بتين يو أسيدا حيث واجاقي هذا هو موت وصرة دواء حرمي ربعها شير كيسير وحضور انتو. فنظر إليها فإذا هي دنانير صار مرقو أفر ولا دنانير بكدس فجعل يبعدها عنه ويقول ويقدى إساس سيفه إنا لله وإنا إليه راجعون كأنها نزلت به نازل يحال المدابة انعقاب الكسر الدقيق أو حل بساحتي خط أما أرداجيسي مشكلة أي كتبت الدقية. فهبت زوجته مدلورة وقالت مركزها وين يسي مركز مقشي هذا كان يسكع لي إنا لله وريق الدقيق قدال مركي من تشوب والدقيق هذا بابا كحسن بوحيت ما شأنك يا سعيد أم حاكوه سمانت أما تأمير المؤمنين مو حد أنت أمير المؤمنين خطاب يات أنت ولي استرجع سنة إن الله القعية. قال بل أعظم من ذلك ما يأمر المؤمنين لمشي يسوح كوي الله رسول ما تجير. قال لأصيب المسلمون في وقع ومسلمين في يالا جبي وانت تقال قال يا ويعد كهذا. قال بل أعظم من ذلك وحكوي المسلمين في يالا جبي هاي قال وما أعظم من ذلك وما حكوي. قال وكذا دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي الدنيا إسورة ستقول يصبش إني آخرتي فسهل سوف وحلت الفتنة في بيتي تي في النائم قول لي إيسو الدكتبي. قالت مكة وحكي إيه ما فهم سنة مكة تخلص منها ما اسكا دقادي اسكا تخلص يلا رمب اسكا خارجي وحان في نظرنا شيء قيس وهي لا تدري من أمر الدنانير شيء لكن وحكا لما صعبه الكائن كيس يرى الشلمات يكون جيرونا دنانير إيني ماشي يلا موغي يلا. قال مكة وحكي أرجو كتدعي أو تعينينني على ذلك ومركة ما يبعوين دون تبايه. قالت نعم ها ما فينا في النظر يا ابو كلامك الحرابيتي. فاخذ الدنانير فجعلها في صرر
ثم وزعها على فقراء المسلمين. أنا نيت وقاتي وصقارة صرة هذا المغشي ومفرد وميت كده وكيس كده صرة وجمع دور كيس بمركز اللي أربع من بكشوا هل كان بقاكش إن أنا بقاكش إن كان أنت بقاكش بوقي مركز في المسلمين فقراء ده مركز يجوا على قيمة طبعا هؤلاء اللي يجوا مركز مو بقين ماشى سين وكوس كل جرو وين حد حتى سؤال يا لام رح يصير في النادم وشيء جاي وكويني بالأمير المؤمنين أمرنته وكويني بالمسلمين تين مكة على الجبي وكويني بالأمير مكة مية فانسنة ثم لم يمد على ذلك وقت طويل مدلها هذا أنا كم سوري إيه بس الكلام مدل بين هذا حتى أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديار الشام يتفقد أحواله عمر بن الخطاب والسعداء مكي مكة الوفد يجي على رأسه صام مكة عمر لوي سكين وعمر يتفقد أحوالها إنه كور حيو وبار حال كل ما شو قدم به تفقد الرئيس ذات مقصي ذات يوم مركز دي وقول هذا لا تيب كل مدى الصومالية حروق وفاجة فاجة اللي يجري بمعنى وجه مركز هو راجي وكور الضاني قبل كل يوم مركز يصير بل حال كي قدم به الأول فلما نزل بحمص وصوص مركز كسو دبي حمص وما قال دي وما مولي سعيد بن عمرو الجمحي وكان تدعى الكويفة وحان الدبك ويري جرين مقالات كوفة يري وهي تصغير الكوفة وكوفة ويراني وتشبيه لحمص يضع حمص لقوش بهايو بها لكثرة شكوى أهلها من عمالهم يعني عبشرة ترضى بضن وأهل كيدو أي كعبان يعني ضدك ماشا أجوغا يقو مركا مسؤولين تكا يولاتي ضدك ملاح دولا كما كان يفعل أهل الكوفة سيدي أهل الكوفة يسمين جرين وكذا وربع إنه يرى هذا حراك وفاوح على قوية قيمة مركز صوى اللي يرى هذا كورما ويقضوا عبان جريم ولذلك كان إحداد على التعراقي في وكوفة قيمة هذه الدنيا ضمن السيمة إنه لقى ديوان وقوعة وما انتقن في منقفك موقتها وحيدا وما ده بحاجة له تاريخ ذو ذا يكمل التعاري يعني معاناة كي صوى مري ولستة حتى هي سهولة سوغان تولة كالجر كوري مكة تأثير كلها العراقي ما أنت لأن حتى المقدة مركي هلا يعني مربع كم مقدة مركي شيء كان مربع كم مقدة سيدا ما أردت هسا هندي مربع كم مقدة مربع هندي مركو شو تعيين وحكلام ما حال أمض مركي معاناة أي صوم مرتو مركي حمص وحال ليدي دي كوفة يري هل كأي كشف بهذا سيدا وشف بهذا كوفة درتي ضد مني عوضان ضد باو حال يا ما أنت لأن هدي مفادي سمارت أي وجود تداهي وحوالا ما هي بابل هدي إلهي سبحانه وتعالى أفر تجيس بكسر الجليل عبش الشيء اللي كهر فيني ضد كم كذا تروح سر الجليل ضد الحياة مركب إسكع هذا هذا محل قفل يا ضد كم كذا ضد أنا مش الدنيا هنا هذا دانا أيدي دانا إنك سعيدة هم حام كوهنا وين وحش يا جاهد هذيك مهم ما هو عينا النقلان وح تجناها أما تمناها سلبا وإيجابا ما نهى الله فلما نزل بها لقيه أهلها للسلام عليه مركب عمر خطأ ماشي وسود جيل ضدك ماشي الدكانة بقى عمر مخطاب شو الرأس لسيء السلامة فقال مثل عمر مخطاب طبعا يسوي معهم من مجاملة كيف أميركم بل إيه ورم أنك أدين صوت دربا رسالك يعني كقد يقول كورم فشكوه إليه مكاسي كدعودين ويقعودين وذكر أربعا من أفعال مكاسي شين أفر الرموض مقوحي سنوالي كل واحد منها أعظم من الآخر مدو مدك لكدر ننكا واحد من أميركا أفضل قضبنا كويس لنا يميس كان الله صلى الله عليه وسلم قال عمر وجل فجمعت بينه وبينهم كدما أسوه يا ردتك ما سهلا ودعوت الله إله نوانبري أن لا يخيب ظني فيه ملذي أن مليني سعيد بن عامر الجمح وملوى ناكسان أهيد إنه سن إله يقول هو الجنة إله وان كبرني إله ودبتها هو عيبين ما زال إله هو عيبين لك أنا ما أعرف ما كدر يتقف قف من تاب يعني هبل وان ينفي عن الله شقال يسير عمار أنا هو الوافي عنه لو جوري أو كلو في عينه وهذا نقول كي وجودي حماية أما جودي يرين كي حماية شو قال وصل حكي إله هو عيبان صمة إلى هذا مسؤول كي عمر خضام مركز إله هو عيبان فقد كنت عظيم الثقة به نوحانا أهدي وكر صوم فلما أصبح عندي هم أميره قصد مركز عمر خضام نورني صلح مركز لك يا رجل وابريسي بعدك رايح مثلا هلك أصافر السن أمير كودين هلك أصافر سعيد نعمر الدنيا مركز يقول قل سبحان ربي من الخطأ ما تشكون من أميركم ما حد تجعب أن يسأل إيش هذا
قالوا إلى لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار مرة ما وصل بحنيك كان إلا ما نكي يصبح يؤمن بني كان الله أكبر نركي دورد اللي قارون بالله انت كورس عيد عدد مرة حفيز بيس بوي حريم ما يسكت إلي فقلت مركا سان أسود جيسي لأن دعوة تيمت مركا عمر خطاب مركا هالكا قال نفسي رب الله ذي قرتي وقاضية يمنع مشيد بيسود جيريا وانك الله هاي هي وما تقول في ذلك يا سعيد ومحكا إلي فسكت قليلا يربع موسى ثم قال والله إني كنت أكره أن أقول هذا كذلك أن أقول ذلك كنت أنت وأنك هني إن أرك على الشيء ما جعلني أما إن وإن وإنه لا بد منه لكن مرة هذا يخص النقطتين لغفر سن كلمة وأنا الشيء ما لكن أنا الشيء ما جعلني وبيقول فإنه ليس لأهلي خادم غير كي يروح خادم ما له إنه جوك تبغى شقيني سوق يعني أنا ماشي من جوك قول البنات أنا خادم بوله فأقوم في كل صباح صبح وأنا صاقعة فأعجن لهم عجين عجين كل ما كان مرة فأقابل ثم أتريث قليلا أن يبنى نكادية حتى يختمر إلى مركبه كخميره عجين طبعا والله رفاقه يخدمه خميره ثم أخبزه لهم كده مركز الدباب المفضل كميسة روتي والدياري ثم أتوضى مركز نسوه ويسيسه وأخرج لأن المركز أكو صباح لكن أنت كهر ريسة شغل قولي ما كنت رئيس أنت يا أم قن عيالك يا أم قن عيد ما كان عاوني سمر كامل لأن خادم قلوا ما هي مشار النسي مشار ما هي نبي قال عمر عمر فقلت له مرحبا عليك وما تشكون منه أيضا أكلم كويسا أكلم كعب نساء قالوا حيلا إنه لا يجيب أحدا بليل هبينك عبا وما الجواب ترحمون كما قبتوا هبينك هبينك هنا عبنا وما الجواب قلت وحنا وما تقول في ذلك يا سعيد سعيد بالحق لي هاي قالوا فإني والله كنت أكره أن أعلن هذا أيضا رنتي أدبا وكهانيا من أنا جعلين إن أرك كان أن موجو شيغو فأنا قد جعلت النهار لهم ما يمكن ذات كان سيئة ومخلوقة والليل لله عز وجل هبين قليل لها بأس كله ما يمكن بني آدم كان دمه أفوليا لكن ومركة كان أنسالة الليل ويستاقلها وإلهي بري لها وقرآن أقرن لها تن إلهي من قون ديم قلت وحانني وعن الخطاب وما تشكون من أيضا ما حكوا لك قعب الإساء قالوا حين إنه لا يخرج إلينا يوما في الشهر وحاج لس بشي مال أم صاب بني آدم كارك مالي محجل هل بالوقف هل مالي محجل وياب ملك البحر قسم وصية قلت وحن وما هذا يا سعيد ومالك اللي شيء واكيد قال ليس لي خادم يا أمير المؤمنين حتى خادم يوجه ورم وصل شيء وليس عندي ثياب غير التي علي برد ما هي سانا الحين برد هذا نحرنا فأنا أغسلها في الشهر مرة بشي لها مقام بقلابي وأنتظر حتى تجف وإن أنسوا إلا يكقل الله بطلقة وكقل الله مرضاس يكقل الله ثم أخرج إليه في آخر النهار مالك آخر كيسة نوصل بحابه لأن مرضي ما انتعب بقضي وأنا هلك قوارتك سوري إلا إكاق الله شو مركز نوصل بجي ثم قلت كد مكة إنت عمري سنحر وما تشكون منها أيضا معك وكويسة قالوا حيلا أركا فراد تصيبه من حين إلى آخر غش سوء جوب يسكسوا حابيله فيغيب عمن في مجلسه ذلك لفظ يبربه معي مركز سوء جوب يسكسوا حياة فقلت وما هذا يا سعيد الركال صبح هذه وامحه فقال مكتوب في هلكم المكتب بلغ انا لوعدني شهدت مصرع خبيب بن عدي وانا مشرك وحام جوب جوب وها مركي للدلي خبيب انا مشرك ورايت قريشا تقطع جسده وحان عندها صارت قريش اجلكي سسعد الدرس وهي تقول له يا كل يهين اتحب ان محمدا يكون مكانك وما جعلنا محمدا هو بدله فيقول اسنأ له والله ما أحب أن أكون آمنا في أهل ولدي والله أنا انجعلين إن أمي هلو قل لي ولدي وأنا محمدا تشكوه شوكة تشوكه شوكة له نبي محمدا يقالح الضرطور يا رمي وإني والله ما ذكرت ذلك اليوم إلى ما قدرت مرك صنع خصوص مالكاس وكيف أني تركت نصرته إن أنا انقرب كيس مالكا استاقي أنا أهي لمركة خصوصته إلا ظننت أن الله لا يغفرني مركة سامحان اسم وذا إنه سن إلهي والذنب بأي دافين إن قط مسلم هرتي سال له الذنب ليس من دبش اللي هو طبعا هو جاز لكن يقول ليه إن المالك أنا نوجي لين وأنا نجرب كيس استاجين وأنا نجرمن ما الله ما كان مسلم عن سر الأرض وأنا دبش إلهي سبحانه الذنب جاب دافين وأصابتني تلك الغشة ما كان سال حلوتي ما له مير دبور كاسبين ما له ما كان سميت هو عند ذلك قال عمر أنا ما كان سير الحمد لله الذي لم يخيب ظني به إلى ما هذا سكال وما لا يدي أنا سائل بوجود
ثم بعث إليه بألف دينار ليستعين به على حاجتي مكة فأضل كن دينار كمان تقدر دنها كوش. فلما رأتها زوجته قال له مركي مكة كان مركة إسلام ده مركة لربا اللوحة بوريجي والعكة مكة لكن مركة هلكا ويفضي ذا وحي أركت كوس كيها عمر خطاب دري وعدت مركة أركت كوت الحمد لله الذي أغنان عن خدمتي إلى هم عبد وأنا قد قي خدمة هذا إحنا محجين نور فعلا اشتري لنا مؤنة حاجة نوصوكا واستأجر لنا خادما أو خادما سنبت مركو أنا شنك أبا ميسو إلا شنك هذه كوسة يا ركتو كون كرام كون كو إلا كرام كبوتن بهذا الملك وقال من جوكيش وصوت مركو حوغاي المارك ليسو دو مريض فلما أرجع مركي على كدي قال فقال لها وجل وهل لك فيما هو خير من ذلك كورا محكا خير ضنها دي آن كوشة قال لما ذاك أومح قال وجل ندفعها إلى من يأتينا بها ونحن أحوج من ما نكون إليها وحامل سينينا إلى من يأتينا بها عدة إنه كيلي سؤو وبمعنى أنه أباها يوحى سينينا عدة سؤلين دونت وما حوالها من ضدك لسي سينينا قال لما ذاك ويان سينينا قال بل نقرض الله قرضا حسنا إله من أماه ونأكسر أماه إلينا قال نعم وجوزي تخير طبعا نحال قوق يا أولا أولا إذا إذا يعني أبو خير ما دام سعيد نعم نجمع في أولا سأيتها فأيت الإله المتخير حقو السيوة كان أبا المريد فلما غادر مجلسه الذي هو فيه أما فما غادر ده مجلسه الذي هو فيه حتى جعل الدنانير في صورة يسوله ماشي فردية وكون في الدينار بس أوصل قال حلوي كلو مركبة الله كان هل كاسو ما قد حبيه وقيمي سيرتي وكلا وقال لواحد من أهله مركز قف فملي كمي قولها الدولة انطلق بها إلى أمانة الأمرة فلان هون العرملة عن أبقي وإلى إيتام فلان يعبون تعقاد دقاء يوانا مساكين أهل فلان إيرانك مساكين تود إلى ومن رزي أهل فلان إيرانك فلان ددك الله لبعتي سنة أتبع لي سنة أبقي شيء ممكن هكا سوق قيمي رضي الله عن سعيد من جمعي إلى إعراض حكم المغرب فقد كان من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وهو هذاك ما أردت أن أسد هذا أنا المركي بغير أصوت دين إلا حتى قادر عايشي ما كنت قادر أن هذا السيء أنا صوت ولا سيء ما كنت قادر أن أكون كنت عيوان كان عيوان سهلا معه إلا إراده سعيد ورجل اشترى الآخرة بالدنيا وآثر الله ورسوله وسهلا معه ومد الله بعضه إن خبي بن عدين أنا وكل انتظرونتي حالات إلهي سبحانه وتعالى أجيلك دينك الرفاق كاسا الله صومري إبتان والله صومري لكن سيك الصباح ترقى صوحا دودا عن جهن جهن محايا لي وذلك في ذات الإله وإن يشاء مركو لي وهي بإله الحق يساء إن مركا ونورنتي ونغلقفك مؤمنك من آخر ذي قعدت الذي وجود ضدك أن كشك كان النهضة وضدك أن يتمنى جرسل إلي حيتمنى جرسل ذات الدينك ونسرين جرو يعني ذلك أن هذا أنكشة كان دائر 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 عايا أنا الله إلا أخوكم عاش أبوفا ديامان تأير ويكسي جرايا ساعي كان إسلام كل وعي كرتمو إسلام كان بعاني هاي إن مرك الله بني وحكى الله ما شاء الله قال لي ذلك المسلمين تملك سيد جوغان بين هي المسيحين مارك وهلك أولي أن إنك شعرك وعي رأينا ما ذكر اسم الله في بلد عددت ذلك الحمى من سلب أوطان ملك السمر إله اللي مشاهده ذلك الجوغان ولا له وانت سلابي ما كان يمكن لك وحكى الله قال لي أحضان قفك مركو مامو وقبطو ويليا ادمو ويدونتي وهذه قفكو إلى سبحانه وتعالى مامو دعانت أقلو اد قليلا نوعا ما ادمو خطور صارانتا لكن قفكو وغكر مركو مركو قبح الهان إساقا مركو الله قفك إياه فحضر ما شاء الله قادم يا حضانا نيكا سعيد من عمر الجماعي نلشي سنة العجيبه إلى سبحانه وتعالى تيسو كرتي وهبينك إله بأسكالة بيلي خيارك إيه خدمه هو كرتي ووشقين دلي قفك مركو حرر إنه قيل سمي كرو آمو بهن عملك دعوي وحان تقام مشغولة هابكي أما عملك دعوي وحان تقام مشغولة إنا حتى قرآن أقري نصد أنا وإنا أتكور هايسا ورارك أنا أتكور هايسا ومدي مسؤولية مركو كسار معك الله قال حمد وخضاء رضي الله عنه إنه أها نموذج عجائب تسالة ضده للسعودي حطبا قفك كان كوغو ونالسان كوغو هذا الكلور أيا كوغو نصيحة فيها يعني عمر الخطاب ودي كبرني وأدي قال لا أخشى ذلك إله وجب ورجعت ودي قال لكن استجوب يرت استجوب تعليه مع اللي أبي هاي مركو قال له عصمي مسجد توسين دوم طبعا رح كم يتعب ذلك إنه صحراء أنا الجباسي أقول المناطق نما أقول أنكم مجاملين أو نار كوسي الشعلة مركا كوس سبعين ذلك أصل الله يرت مع اللي جرب كذا هذي استجان وابد بالي سو وحق الله قال بني آدم كذا وحق الصو أنا رتيرضا الناس غير لا تنام
dadka in la raadi geliyo way adag tahay, laakiin adigu maxaad samaynaysaa? Ilaahay raadi geli, ilaahay qofkii raadi geliyay bini-aadamka raadi bay ka noqdaan. Walidaalika xadiid baa kusoo aroray Tirmidhi uu werinayo, qofkii ilaahay raadi geliyay dadkuna way raadi bay ka noqdaan biidni illahi subxaana watacaala. Laakiin qofkii isku day inuu bini-aadamka raadi ka noqdo, bini-aadamka raadka intay ku caroodaan ilaahayna ku caroonaya, wailaahuna wabillahi towfiiq. Tabcan maanta systemkan ambaar baa runtii ugu daahnay, darsiga aad buu u daahay. Darsiga Sheekh Maxamed Sayid baa ku dhigay insha allah.